على اعتماد على ادمان الدالة هوبا وقوية جدا وش سكرت جامدة جدا خطة جامدة جدا اوه اوه خطيرة خطيرة جدا مارتن سكرتل استر يا رب يعني الكرة كانت خطيرة جدا وضعية اللاعب جت في وشه قوية ادي مارتن سكرتل شوف اللعيبة قلقت عليه جدا شوف لاعب من زمايله حط ايده على طول في بقه عشان لسانه خاف يبلع لسانه شوف الراجل ده اداله ايه ما يقصدش طبعا ادي مارتن سكرتل مسافة قريبة اوبا وراح واخدها في دماغه راح واخدها في دماغه مارتن سكرتل مارتن سكرتل سلامات ان شاء الله مارتن سكرتل لاعب تشاناتيب لاعب رقم 18 في تشكيلة المنتخب التايلاندي والخبطة القوية في وجه سكرتل سلامات ان شاء الله سكرتل الجماهير التايلاندية اللي حضرت وتؤازر منتخب بلدها بحضور جماهيري كبير جدا في الشوط الاول ادي الكرة مرة ثانية شوف المهارات العالية لعيب جامد قوي رقم 18 مهارة عالية جدا جدا في المراوغة في الشق الهجومي في الأداء الهجومي بالنسبة للمنتخب التايلاندي كرات العرضية